تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودي، يقوم وفد من مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض سعادة السيد محمد المعرفي، عضو مجلس النواب. أهلا بك سيد محمد في نشرة الأخبار، وهل توضح لنا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العمل البرلماني المشترك بين الجانبين؟ تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لمعالي رئيس النواب أحمد بن سلمان المسلم وأعضاء مجلس النواب البحريني للتباحث وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية. هذه الزيارة هي امتداد لتعاون مشترك منذ تأسيس المملكتين تم تتويجه في الفترة الأخيرة بإنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية حفظهم الله، الذي يجمع البحرين والسعودية تتجاوز حدود العلاقات الرسمية بين دولتين، بل نقول هو وطن واحد وشعب واحد ومصير واحد. خلال اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا البرلمانية والتشريعية التي تهم البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث الأقليمية والدولية ودور المجالس النيابية في مثل هذه الأوقات الحرجة من توحيد الصف الداخلي وتعزيز الولاء للوطن والقيادة. نشكر المملكة العربية السعودية وجميع أعضاء وأمانة مجلس الشورى والشعب السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهذه عادتهم مع أخوانهم دائما. نعم، من الرياض سعادة السيد محمد المعرفي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.